السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن استقبال شهر رمضان بتجديد التوبة، فنحن على باب هذا الشهر الفضيل الذي نسأل الله تعالى أن يهله علينا بالرحمة والمغفرة والرضوان. هذا الشهر العظيم يجد فيه المؤمن دافعا قويا للتوبة عن المعاصي والتكفير عن السيئات التي ارتكبها، لكي يبدأ عهدا جديدا مع الله جل جلاله. فنحن في كل سنة يحل فيها شهر رمضان الفضيل يتجدد طريق التوبة والتغيير في علاقة العبد مع خالقه جل جلاله. هذا رمضان سيحل علينا بإذن الله تعالى، ونحن على أتم الاستعداد لكي نستقبله بالفرحة والسرور والحبور والتوبة والمغفرة، ونرجو من الله عز وجل أن يكتبنا من عتقاء النار. لهذا نريد، أيها الأحباب الكرام، أن نحمس أنفسنا جميعا كي لا نضيع هذا الموسم الفضيل، موسم الحسنات وموسم المكرمات، ولا نفرط في هذه الفرصة التي أتاحها لنا الله عز وجل. فالخطاب لكل من أسرف وفرط في جنب الله، نقول له: الله عز وجل مهما وقع منا من خطايا وذنوب فهو أطيب وأرحم بعباده، وهو جل جلاله عند ظن عبده به. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نحن كلنا مخطئون، كل واحد منا له نصيبه من الخطأ ومن الإسراف ومن الذنوب، فذلك قدر محتوم على كل ابن آدم. كل ابن آدم خطاء، لكن من هم خير الخطائين؟ هم التوابون. التوابون يعني يجددون التوبة في كل وقت وحين، دائما عندنا استعداد لكي نجدد هذه التوبة. لا نتوب مرة واحدة، بل كلما سنحت لنا الفرصة نجددها، كما نفعل بثومنا الأبيض، نغسله، نطهره، نعرضه للشمس ثم يصير أبيض طاهر، وبعد ذلك نستعمله من جديد. فكل إنسان منا يقع في الزلل، يقترف الذنوب، يفعل المعاصي والسيئات، ولكن درجة المعاصي والسيئات تتفاوت بين شخص وآخر. هناك من يقوم بالمعصية بالجوارح، وهناك من يقيم المعصية بقلبه. الذين يقيمون المعاصي بالجوارح، كأن يشرب خمر، كأن يتعرض للفاحشة، كأن يسرق مال الآخرين، هذه جوارح، هذه معاصي. وهناك من عنده معاصي بالقلوب وهو لا يدري، عنده في قلبه كراهية، عنده حقد دفين، له رغبة في الانتقام، يتمنى زوال النعم من الآخرين. هذه معاصي خطيرة جدا، تسمى أمراض القلوب. ثم كل واحد منا لا يخلو من وساوس إبليس. كل الناس عندهم وساوس إبليس، ولكنها تتفاوت بين شخص وآخر. ووساوس إبليس تأتينا في الصلاة، لا نؤدي صلاتنا على أحسن ما يرام،
قد تدخل علينا نوعا من الرياء أو تجعلنا نشعر بالفخر والعجب. هذه أمراض ونحن ينبغي أن ننتبه إليها ونجدد العهد مع الله تعالى بأن نتخلى عليها بالتوبة إلى الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث صحابته ومن خلاله الأمة الإسلامية لتجديد التوبة في كل يوم وفي كل حين، وقد جعل من نفسه الطاهرة قدوة للمسلمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. سيدنا النبي ما عنده خطايا، ولكنه كان يستغفر ربه في اليوم الواحد 100 مرة ويتوب إليه، رغم أنه قد غفر له الله تعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بالمسلم العادي مثلنا، مسلم خطاء يذنب ويعصي ويفعل السيئات؟ كان عبد الله بن عباس يحكي عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا في التوبة، كيف كان يجدد توبته هذا النبي الكريم الذي غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يجدد توبته. يروي عبد الله بن عباس ترجمان القرآن: لما نزلت على قلب النبي الأمين سورة النصر في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ابن عباس قال: هذه السورة علمت بها قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا أمره بالاستغفار والتوبة، فكان أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل عام من رمضان 10 أيام الأخيرة، ويعرض القرآن على جبريل عليه السلام مرة واحدة، لكنه لما نزل عليه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى أن قال: واستغفره إنه كان توابا، علم أنه مودع وصار يجتهد في العبادة، ومن ثم اعتكف في ذلك العام 20 يوما، وعرض القرآن الكريم على جبريل 2 مرات، وكان يقول: ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي، ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي. ومن يدري أيها الأحباب الكرام، قد يكون هذا الرمضان الذي سوف نعيشه قد يكون آخر رمضان نعيشه، من يدري؟ كل مرة نسمع أقاربنا وأحبابنا ونسمع أناس في مقامات عليا انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء، فالمؤمن عليه أن يكون دائما على أهبة، قد يرحل، كلنا قد نرحل ونترك كل شيء خلفنا، فعلينا أن نجتهد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العام لما نزل عليه قول الله تعالى: واستغفره إنه كان توابا، صار كثير الاجتهاد، حتى إنه لما جاءت موسم الحج سماها حجة الوداع، وقال: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق صلى الله عليه وسلم يودع الناس، فقالوا: هل هذه حجة الوداع؟ قال: أي نعم. ولما رجع إلى المدينة المنورة خطب في الناس وقال: إنما أنا بشر يوشك أن ياتيني رسول ربي فأجيب. وهذا ما كان فعلا. سيدنا النبي بعدها بأيام معدودات سوف ينتقل إلى الرفيق الأعلى، فاجتهد في العبادة واجتهد في الطاعة ولقي ربه وهو عنه راض غير غضبان. نحن أيها الأحباب الكرام في أمس الحاجة لكي نجدد التوبة مع ربنا جل جلاله، وخير موعد لتجديد هذه التوبة بإخلاص هذه المناسبة الشريفة. نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، الشهر الفضيل الذي
هو موسم للطاعات وموسم للقربات. وربنا قال لنا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لاحظوا بأن الله يخاطب المؤمنين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، بمعنى أن التوبة ليست خاصة بالعصاة أو الكافرين أو المكذبين، هي خاصة بعامة للجميع، حتى المؤمنين المصلون الذاكرون العابدون السائحون هم أيضا مطالبون بتجديد التوبة. يا رب إننا نتوب إليك ونستغفرك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا رب إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحباب الكرام، ربنا سمى هذا الشهر الفضيل الذي هو يطرق بابنا هذه الأيام، وإن شاء الله تعالى بعد غد سيكون هذا الشهر، يسمى برمضان. ما معنى رمضان؟ أي شهر ترتمض فيه الذنوب، أي تحترق فيه الذنوب. فرمضان مصدر رمضة أي احترق، ومنه الرمضاء يعني بقايا الحريق. فتصور معي أيها المؤمن، وتصوري معي أيتها المؤمنة، كل ما قمنا به من خطايا، وكل ما قمنا به من ذنوب، وكل ما قمنا به من سيئات، وكل ما فرطنا في جنب الله، كل ذلك سوف يحترق، لن يبقى فيه شيء سوى الرماد. لماذا؟ لأنه قد أهلنا شهر عظيم، شهر الرحمة والمغفرة والرضوان، شهر مبارك رمضان، فيه تصفد الشياطين وترتاح الخلائق من شرهم وضرهم. الشياطين ومرضة الجان كلهم يصفدون، وهذه فرصة مواتية لمن أسرف على نفسه بالذنوب أن يتوب. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان كان يقول فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، أهل علينا شهر رمضان بالرحمة والمغفرة والرضوان، وتب علينا جميعا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأحباب الكرام، أحبابنا في الله، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تعم بركاتها أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالتوبة ليست مختصة بهذا الشهر، بل هي عامة في كل شهور السنة، لكنها في هذا الشهر مباركة. فالإنسان يولد مرتين، مرة يخرج من ظلمة رحم أمه إلى نور الدنيا، ومرة أخرى يخرج من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. ونحن إن شاء الله تعالى على أبواب هذا الشهر الفضيل، كله أنوار وكله طاعات. لهذا نريد أن ننبه أنفسنا حتى لا نضيع الوقت ولا نهدر الطاقات في هذا الشهر الفضيل. فلعل من الذنوب التي يقع فيها بعض الناس في رمضان هو هدر الوقت، هذا ذنب عظيم، هدر الوقت ليلا أو نهارا دون عمل نافع، بل قد يؤدي ذلك أحيانا إلى الوقوع في المعاصي. لهذا لابد لكل مسلم ومسلمة أن يستثمر ليله ونهاره في العمل الصالح، ويشغل لسانه وقلبه بذكر الله. وأيضا من الأمور والذنوب التي يقع فيها الكثير منا، وهي أننا نقع في آفة اللسان، أننا نتكلم كثيرا، والذي يتكلم كثيرا قد يقع في خطايا كثيرة. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي صحابته، وكان نفسه يتعود من آفات اللسان، لأن اللسان تحديدا هو أداة الغيبة والنميمة والكذب والافتراء والرياء وغيرها. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول
اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني، لأن اللسان نستخدمه كثيرا في حياتنا ونتكلم كثيرا في كل المحافل في كل الأماكن نتكلم وقد لا نبالي فنقع في الخطايا، فليكن لساننا أيها الأحباب الكرام رطبا بذكر الله. كان معاذ ابن جبل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب صحابي مجتهد في العبادة والطاعة، لما سمع النبي الكريم يحذر من آفة اللسان وشر اللسان قال يا نبي الله أو إنا لمواخذون بما نتكلم به، فقال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلينا أن نحذر أيها الأحباب الكرام في رمضان، لا نهدر الوقت، وإذا تكلمنا أن يكون كلامنا في ذكر الله أو في العلم والتعلم أو في أشياء فيها فائدة للناس، فلنحرص لحصائد ألسنتنا. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ينهى عن الكلام الفاحش والبذيء، كان يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المؤمن حتى إذا وقع له خصام أو وقع له شجار فإنه لا يكون طعانا يطعن في الأنساب، ولا لعانا يلعن الآباء والأبناء، ولا فحاشا يقول كلاما فحشا ولا بذيئا. فالمؤمن ليس كذلك، لأن لسانه رطب بذكر الله، عليه أن يحرص على أن ينزه لسانه عن الكذب وعن اللغو وعن الأمور التي لا تنفع. ثم على كل واحد منا أن يسارع لتخليص نفسه من الكبر والعجب، هذا قد يطال حتى المتدينين، قد يكون إنسان متدين وأنه يختم القرآن دوما وأنه يعطي الصدقات وأنه عنده علم بحر من العلم وعنده كذا وكذا ويحمل سبحة أو يطلق لحيته أو وينسى، فيوسوس له إبليس ويقع في الكبر والعجب بنفسه أمام الناس فيقع في الخطية وهو لا يدري. لهذا علينا أن نحذر. ربنا عز وجل كان يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وأحسن طريقة أيها الأحباب لكي نصلح ما بيننا وبين ربنا كل واحد منا أن يبحث له عن الأصدقاء الطيبين، الرفقة الطيبة، ابحث والتحق بالأخيار من الناس الذي ينفعونك في حياتك وبعد موتك، لأن الإنسان إذا التقى مع الصلحاء ومع الطيبين فإن الله تعالى يعطيه منهم نفحات إيمانية، يعلمونك وينصحونك وأنت أيضا تأخذ منهم وتعطي. الأصدقاء الطيبين احذر، أصدقاء السوء، أصدقاء الكلام الفاحش، أصدقاء الأحاديث التي فيها اللغو احذرهم، لأن الإنسان سوف يندم لا قدر الله إذا التحق بالرفيق الأعلى. ربنا يحكي عن الأصدقاء والأخلاء الذين كانوا في الدنيا يتكلمون في كل شيء سوى في ذكر الله يندمون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. علينا أن نحذر أيها الأحباب الكرام كل صديق أو زميل من شأنه أن يوقعنا في المعاصي وفي الذنوب وهدر الأوقات لا شأن لنا به، نبحث عن من ينفعنا في الدين والدنيا، لأن هؤلاء سوف ينفعون حتى في الدار الآخرة. في الدار الآخرة يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أن الله يجمع هؤلاء الأصدقاء صبروا فيما بينهم، اصبروا وصابروا ورابطوا، الصديق الذي يعلمك. فنحن على أبواب هذا الشهر الفضيل رمضان، سيأتي إن شاء الله تعالى ومعه مفاتيح الغفران، فمن تسلمها منه
وأقبل على رب غفور كان من أصحاب الفلاح، ومن أعرض عن ذلك فهو مغبون. هذه غبينة عظيمة، إذا ضاع منك هذا الشهر فقد غبنت، هذا هو الخسران الحقيقي. فالإنسان عليه أن يجتهد لكي يتعرض لنفحات العفو الإلهي المعروضة علينا في هذا الشهر الفضيل. ونبدأها بماذا؟ بالتوبة. كل واحد منا يتوضأ أو يغتسل ويلبس لباسا جديد أبيض ويصلي ركعتين تسمى ركعة التوبة، يقول: يا ربي إنني مخطئ، أخطأت في حقك. قد يكون مبتلى يشرب خمر أو يدخن سجائر، أو قد يكون لا يمسك بصره عن أنظار الفواحش، أو قد يكون لسانه يتكلم في الغيبة والنميمة، أو قد يكون يمد يده إلى مال الحرام، أو يظلم زوجته أو تظلم زوجها، أو يظلم الجيران، أو غير ذلك من الذنوب، أو يتمنى زوال النعم على الآخرين، يكون حسودا وحقودا والعياذ بالله. لا بأس، لا بأس، الله تعالى يقول لنا: لا حرج عليكم، جددوا التوبة وسوف يمحو الله كل السيئات ويبدأ معكم بصفحة جديدة. بل إن الله عز وجل يفرح فرحا عظيما من وفق لهذا الأمر، من وفق أنه خصوصا في الليلة الأولى من رمضان قبل أن ندخل إلى هذا الشهر الفضيل أنه يجدد التوبة مع الله جل جلاله، ربنا يفرح به. قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلت، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ربنا يخبرنا بفرحه الكبير، الله يفرح إذا تاب إليه العبد وإذا تابت إليه الأمة. أعطانا النبي الكريم هذا المثال، إنسان كان في فلات يعني في صحراء وعنده بعير، وهذا البعير مسرج ودير فيه الشواري عامر بالطعام والشراب ديالو، كل ما عنده في ذاك فوق البعير. فلما أكل وأراد أن يستريح قليلا تحت ظل الشجرة غيهرب لي البعير، وغادي يبقى هكذا لا ماء ولا طعام، وبحث عنه ويجري هنا وهناك وهنا وهناك، ضاع بعيره وضاعت كل أمتعته، وصار خاوي الوفاض وتعب. ثم رأى شجرة واضطجع تحت ظلها وقد أيس، أيس من أن البعير أنه يرجع إليه. ولكن في لحظة من اللحظات لما نام نوم عميقة ثم استيقظ وجد أن البعير جاء إليه من تلقاء نفسه، جاء إليه يقبل قدميه. ماذا يفعل هذا الرجل؟ يفرح: يا الله، لقد عاد بعيري من تلقاء نفسه وجاء محملا بكل المتاع. فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كان عليه يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه قلبها من شدة الفرح. فالله تعالى يفرح بنا، فعلينا أن نفرح به. أيها الأحباب انتبهوا، الله هذه الأيام يريد أن يفرح بنا، فعلينا أن نفرح به. ولا ضير، كل ما مضى انساه، انسى الأيام الماضية وانسى الذنوب والخطايا وابدأ صفحة جديدة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هذا موسم الرحمة، هذا موسم المغفرة، هذا موسم العتق من النيران. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مبينا رحمة الله، الله مقبل علينا جل جلاله، يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار،
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. كل يوم الله تعالى يمد يده إلينا، فعلينا أن نمد أيدينا إليه سبحانه. وقد بشرنا مجرد أن نتوب ربنا يغفر لنا ما مضى، كل ما مضى من الذنوب والخطايا والتفريط مغفور بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلكي نتوب توبة نصوحا أيها الأحباب الكرام، علينا أن نتبع بعض الشروط البسيطة. أولا، كل واحد منا يجلس مع نفسه جلسة خلاء بينه وبين ربه، ويستحضر ما فرط في جنب الله سنوات طوال، ضيع الصلاة في وقتها، أو ربما كان لا يصلي، ضيع تلاوة القرآن وهاجره وفعل وفعل وترك وترك، عفى الله عما سلف. أول ما نبدأ به وهو أن نقلع عن هذه المعصية، الإقلاع عن المعصية. اللي عنده شي معصية في نفسه يزيلها، مثلا شارب الخمر عليه أن يترك شرب الخمر ويتوب إلى ربه، الزاني عليه أن يترك الزنا ويتوب إلى ربه. طبعا الاستغفار جميل، لكن لابد من الإقلاع عن المعصية، أي ترك المعصية. بعده علينا أن نؤكد العزم على أن نعود، لا نعود لمثلها أبدا. العزم يكون بالقلب، بالإرادة القوية، أنني لن أعود أبدا حتى ولو غلبتني نفسي أغالبها. فإذا غلبتني أغالبها، إلا إذا غلبت فربنا اسمه الرحمن الرحيم. فيكون عندي هذه الرغبة الصادقة العزيمة الأكيدة أنني لن أعود إلى دي المعصية، وأصارع نفسي وأصارع شهوتي. ثم علينا أن نندم على ما صدر منا، الندم توبة، نندم ما فات، لو كان فيه خير لرضي عنا ربنا، ولكن ما فات كان بإعاز من إبليس، نندم لا نفتخر به. بعض الناس يبدأ يتحدث عن الماضي السيء ويفتخر، أنا أمضيت ليالي حمراء مع فلان وفلانة، أنا شربت أروع وأفخم أنواع الشراب، أنا تصرفت في أموال، أنا فعلت، ويفتخر بأن عنده ماض مليء بالسيئات. لا، انسى الماضي، لا تحكيه ولا تفتخر به، وأشعر بالندم كلما خطر على ذهنك، أشعر بالندم، فالندم توبة. هذه الشروط إذا كان الأمر بين العبد وربه. أما إذا كان المشكل مع الآخرين بحقوق الناس، فلا بد أن نرد الحقوق إلى أصحابها. مثلا إذا كنا قد ضربنا إنسان بغير حق، أو أكلنا أموال غيرنا ظلما، فلا بد من هذه المظلمة ترد، المال يرد إلى أصحابه، المظلوم نسترضيه، ندق بابه، أطلب منك المسامحة، أنا كنت مخطئا، ضربتك أو شتمتك أو قطعتك أو أهنتك، أسترضي المظلوم. وإذا كان إنسان أخذت ماله أعيد له المال، وإذا لم أكن أستطيع هنا سألجأ إلى الاستغفار، ربنا يؤدي عني، إذا لم أستطع الله تعالى يؤدي عني. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أن نعجل بالتوبة، نعيد الحقوق إلى أصحابها. وإذا لم نستطع أن نفعل، المظلوم الذي ظلمناه قد مات، أو أنه انتقل إلى مكان بعيد، أو ما عندنا رقمه الهاتفي أو غير ذلك، ربي يؤدي عنك. المال الذي أخذته لابد أن تعيده إلى أصحابه، فإذا ضاع لك المال واختفى أصحاب المال أو ماتوا، ماذا أفعل؟ أستغفر الله تعالى وربنا يؤدي عنا. طبعا هذه الأمور، هذه التوبة ينبغي أن تكون مبكرا، لا نسوف، وخصوصا قبل الغرغرة. الغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم. فمن كان مريض وعلى فراش الموت ثم قال سأتوب الآن، هذه توبة غير مقبولة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوبة، وأنت
فيك قوة وإرادة وعزيمة. أما إذا كنت مريضا وعلى وشك الفراق فهي توبة مردودة والعياذ بالله. لهذا ورد في الحديث الشريف: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالتوبة أيها الأحباب الكرام ينبغي أن تكون قبل مرض الموت. إنسان يحتضر ويبدأ ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذه ليست توبة. لهذا أيها الأحباب الكرام كل واحد منا عليه من الآن أن يجدد التوبة في نفسه وأن يخلو للحظات مع ربه، خلوة مع ربه، ويجدد إيمانه ويجدد إسلامه. ربنا يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فعلينا أن نسرع للعبادة وللطاعة، وربنا عز وجل يفتح لنا دوما باب الرحمة على مصراعيها. يحكي لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل كان ظالما وكان فاسقا وجمع كل البلايا، حتى إنه من شر ما كان فيه أنه كان يغضب ويضرب بل ويقتل، حتى إنه قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا. ولكن في لحظة من اللحظات جلس مع في مجلس فيه ذاكرين، فيه علماء، فيه وعاظ، فندم، ندم على تاريخه الأسود، تاريخ مليء بالخطايا وبالذنوب، حتى إنه كان سفاك دماء، قتل 99 نفسا. فأراد أن يتوب، فظهر له راهب في مأدنته يتعبد ربه، فجاء عنده قال: أيها الراهب، أنا قتلت 99 نفسا، أترى بأن الله تعالى يغفر لي؟ الراهب لما سمع هذا الكلام استعظمه وقال: كيف يغفر لك ربك وقد قتلت هذه النفوس البريئة وأرقت الدماء وأفسدت؟ أنت ما عندك توبة، أنت باب التوبة مغلوق أمامك. فغضب الرجل وكان يحمل سيفه بيده فضرب ذلك العابد حتى قتله، وصار يعيت في الأرض فسادا حتى التقى به عالم. هذا ليس الأول، كان مجرد عابد، قد يكون العابد ما عنده فقه ولكن العالم له فقه كبير. فسأله العالم: لم تفعل كل هذا؟ قال: أنا حال ميؤوس منها، أنا قتلت 100 نفس حال ميؤوس منها، فأنا أقول ما دمت حال ميؤوس منها لأستمر وأتمادى في الفساد والظلم وسفك الدماء. فقال له العالم: ما معنى ميؤوس منها؟ قال: ما عندي من توبة. قال: يا رجل، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إن رحمة الله أوسع. من الأكبر، هل ذنوبك أم رحمة الله؟ قال: بل رحمة الله. قال: ولما إذن أنت هكذا؟ قال: هل يقبل ربي توبتي؟ قال: أي نعم، إذا صدقت، إذا ندمت على ما فات، وإذا عزمت على أن تبدأ عهدا جديدا، وإذا استغفرت ربك ربنا يغفر. فقال: بالله عليك أرشدني ماذا أفعل؟ قال: أول شيء غتبدل العتبة، المكان الذي كنت فيه تستعمل الذنوب والخطايا وعندك سمعة سيئة بين الناس، عليك أن تغيره. فقال له: أنا الأرض التي أنا فيها كلها معروف في الأسواق، في الأماكن العامة، معروف بأنني إنسان ضال مضل فاسق ظالم. قال: إذن عليك أن تغير الإقليم بكامله، الأرض بكاملها. فأرشده، قال: هناك أرضا هناك
خلف النخيل تبعد بكيلومترات فيها أقوام صالحين أناس يعبدون الله تعالى ويخشونه. هاجر إليهم واندمج معهم واعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك هذه فإنها أرض سوء. فالرجل قال والله إن كان كذلك فأنا أريد أن أتوب، أريد أن أبدأ عهدا جديدا. فسلم عليه بحماس ثم انطلق الرجل وسار في الطريق يمشي أيام وليالي، وكان الحر شديد والعطش شديد، فأصابته ضربة شمس فجاءه الموت وهو في الطريق قبل أن يصل إلى الأرض الصالحة التي فيها أقوام صالحين. فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل منهم يريد أن يأخذها لنفسه. فهناك ملائكة رحمة يحرصون على أن يرحموا العباد، وهناك ملائكة عذاب يتلددون بتعذيب الآخرين. فجاءوا كل منهم أراد أن يأخذه، فتنازعوا واختصموا، فصعدوا إلى ربهم يحتكمون إليه وهو أعلم بهم. الله عز وجل سأل الملائكة ما شأن هذا؟ قالت الملائكة دي الرحمة: يا ربنا جاء ثائبا مقبلا بقلبه إليك، فهو يرجو رحمتك فيستحق الرحمة. وقالت ملائكة العذاب: يا ربنا إنه لم يعمل خير قط، إنه نوى فقط أن يصلح، لكنه لم يصلي ولم يصم ولم يتصدق ولم يركع ولو ركعة. فبدأوا في الخصام والجدال. ربنا عز وجل قال لهم: انزلوا إلى الأرض وقيسوا ما بين الأراضين. فإذا كان إلى الأرض الصالحة فهو سيكون من نصيب ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب أو أدنى إلى الأرض التي فيها الفسق والظلم والجور فهو من نصيب ملائكة العذاب. فقالوا: يا ربنا نعم الحكم. قال: إذن اهبطوا وقيسوا المسافات. فبينما ملائكة الرحمة والعذاب نازل من السماء، الله الرحيم ماذا قال؟ فأوحى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقاربي. الله تعالى الرحمن الرحيم أوحى إلى الأرض، الأرض مسافتها تزداد وتنقص. فلما نزلوا وأرادوا أن يقيسوا وجدوه أدنى إلى الأرض التي فيها الرحمة، فأقبلت ملائكة الرحمة ومن ثم صار إلى الجنة. فانظروا إلى رحمة الله الواسعة، هذه رحمة عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نستعد إليها. فالصالحون يقولون: وبادر بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح، ولا تحتقر شيئا من المآثم، وإنما الأعمال بالخواتم. فالأعمال بالخواتم، هذا الرجل لأن فيه صدق ونية ربنا ختم له بالحسنى، لأن الله رحمن رحيم. وكم من أحد أيها الأحباب صام معنا في رمضان الماضي، صام معنا كم، ثم إنهم ساروا إلى لقاء الله. كم من أحد في السنة الماضية صاموا معنا، وربما ذهبنا معهم إلى السوق وتبضعنا وكنا نتحدث عن حلاوة المجالس، ثم هم الآن تحت التراب وقد نلحق بهم في أي لحظة. فعلينا أن نجدد التوبة في قلوبنا، لأن الله عز وجل هو مولانا الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والذين انتقلوا إلى رحمة الله مضوا بأعمالهم وتركوا أثرهم. لهذا أيها الأحباب الكرام، أعظم الحسرات على الإطلاق أن يخرج الإنسان من رمضان دون أن يغفر له. فعلينا أن نجدد التوبة في شهر الرحمة والمغفرة والرضوان. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، ننسى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي
وللأموال أكرزها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. قد مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما كان قد كان ما كان. فما أوسع رحمة الله، وما أجمل عفو الله، وما أكمل إحسان الله. فسبحانك يا كريم يا من سبقت رحمته غضبه، سبحانك يا من كتب على نفسه الرحمة وجعلها تسع كل شيء. يا ربي اجعل هذا الشهر الفضيل رمضان أجمل فرصة لكي تطهرنا. هذا الموسم موسم الغفران، شهر الصفح الجميل والعفو الجليل، شهر محو السيئات وتكثير الحسنات وعلو الدرجات وإكثار البركات. اللهم يا رب تقبله منا وأهله علينا بالرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم يا رب يا كريم نسألك أن ترزقنا توبة نصوحة تنقلنا إلى الاستقامة على الدين والالتزام به والدعوة إليه وخدمة أفراد المجتمع، أن نشفق على الضعيف ونغيث المحروم. يا رب ارزقنا توبة تعم كل أفراد المجتمع، تشمل المؤسسات والإدارات والهيئات وجميع المسؤولين. نتعاون جميعا لتحقيق أمال كل الناس واجتناب كل ما يضرنا ويعطل مصالحنا ويحرم الناس من حقوقهم. فاللهم يا رب العالمين تب علينا توبة ترضيك، وباعد بيننا وبين معاصيك، وارزقنا توبة نصوحا نصلح بها أحوالنا وتكون خاتمة حسنة لأعمارنا. اللهم آمين يا رب يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل أيها الأحباب الكرام لقاءنا معكم، ويسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، ويبدو أن هناك خطوط ممتلئة، لكن معذرة أستأذنكم، بعض الأخوات الفاضلات جاءوا إلى مقر الإذاعة لأنه تعذر عليهم التواصل عبر الهاتف، ومنهم الأخت فاطمة. الأخت فاطمة سيدة مباركة، سيدة من دار البيضاء من الأحياء الشعبية، صبورة، ووقع لها بلاء شديد جدا، أولادها في وضعية صعبة، وزوجها توفي منذ زمان، ولم تستطع أن تضبط إيقاع حياة أسرتها. كتقول لك هذا لله، وجاءت تلتمس منكم أيها الأحباب الكرام في مختلف المدن والأقاليم، في الجبال وفي المداشر وفي كل مكان وحتى خارج الأرض الوطن، أن تقدموا لها يد المساعدة بالدعاء والتأمين. للا فاطمة عند وليدها اسمه سفيان، شاب ضاع من شدة أنه لم يجد مقر للعمل ولا مستقبل، فصار ضحية المخدرات، لا يكاد يستيقظ عن المخدرات سفيان. ويونس هذا الشاب وسيم في مقتبل العمر أصيب بخلل عقلي منذ 6 شهور وهو بمستشفى الأمراض العقلية، ربي اللي عالم به. وأحمد اللي كانت تعتمد عليه إنه الآن وراء القضبان في السجن ومحكوم عليه بمدة طويلة. والبنية الوحيدة اللي كانت تتمنى تكون هي فلدة كبدها ومساعدتها سعيدة، للأسف أنها ما عندها حنان مع أمها وتشعر برغبة في أشياء معينة، والأم لا تتمنى من ابنتها أن تكون فيها حنان. أختكم فاطمة هذه الأم المكلومة المجروحة جاءت إلى مقر الإذاعة، وهي الآن لا حول ولا قوة إلا بالله تسكن بعيد، وجاءت في الليل والظلام والطريق صعب، وعندها أمل فيكم أيها الأحباب، تعيش في وضعية
جد مزرية، فقر وأمراض ومحن وابتلاءات وويلات ومصائب. ولو رأيتموها إنسان فيها طيبوبة وفيها إيمان وفيها يقين. وأسألكم أيها الأحباب الكرام، ندعو الله لها جميعا أن يرفع عنا هذا البلاء. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم يا رب، أختنا فاطمة عابدة سائحة صابرة محتسبة، اللهم يا رب يا كريم، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا قضى أمرا إنما يقول لو كن فيكون، يا رب إنها غلبت على أمرها ورفعت الراية البيضاء وتحمل أكف الضراعة إلى السماء. اللهم يا ربي احفظ لها أولادها واجمع شملهم. اللهم سفيان المبتلى بالمخدرات، اللهم يا ربي يا كريم، كره إليه التدخين والمخدرات وما جاورها. اللهم يا ربي ابليه بالصلاة وبالعبادة والطاعة. يا ربي إنك تهدي من أحببت وتضل من شئت. يا ربي اجعله من الذين أحببتهم وهديتهم إلى الطريق المستقيم، واجعلهم يا ربي يهتمون بالصلاة والوضوء والقبلة والطهارة وتلاوة القرآن. اللهم اهده إلى الطريق المستقيم، يا ربي اجنبه عندك برحمتك وعفوك. يا ربي، وابنها يونس هذا الشاب الوسيم والآن في مستشفى الأمراض العقلية منذ 6 أشهر، اللهم يا ربي يا كريم رد إليه عقله، اللهم رد إليه فكره، اللهم رد إليه نفسه. يا رب إنك تعلم قوة إيمانه ويقينه وكيف أنه ارتمى من الأعلى حتى انكسرت قدمه. اللهم يا رب يا كريم يا كريم، رد إليه عقله ورد إليه فكره ورد إليه صوابه يا رحمن يا رحيم. وأبنها أحمد، يا رب أحمد الذي وراء الخطبان، اللهم أكرمه بعفو ملكي سامي قريبا. يا رب اجعل العفو الملكي الذي يمن به أمير المؤمنين جلة الملك محمد السادس في كل رمضان وفي المناسبات السعيدة في عيد الفطر وغيرها، اللهم اجعله ممن يحظى بالعفو الملكي السامي ويخرج من وراء الخطبان. اللهم وهذه البنية السعيدة التي تشعر بالضياع ولا تحن في أمها، اللهم يا ربي يا كريم اجعل في قلبها رحمة، واجعل في قلبها نور، واجعل في قلبها هداية، واجمع شملهم يا رب العالمين. هذه الأسرة قد أصابها ما أصابها وكانت أسرة عز وأسرة إيمان، ولكن بلاؤك وقدرك سبق. اللهم يا رحمن يا رحيم، ببركة شهر رمضان الأكرم، نسألك اللهم أن تجمع شمل هذه الأسرة وأن تؤلف بين قلوب أبنائها وبناتها وأن ترزقهم رزقا حسنا. اللهم ارزقهم رزقا واسعا. اللهم يا رب تدخل بقوتك ورحمتك وعفوك واجمع شملهم، فإنهم مقهورين وإنهم معذبين في الأرض وأنت أرحم الراحمين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. أيضا شابة في مقتبل العمر قدمت إلى مقر الإذاعة وتحمل ابنتها وعندها 6 أشهر، وتقول بأن زوجها يريد أن يتخلى عنها، يريد طلاقها من غير موجب حق، وهي وابنتها، هي شابة صغيرة في 20 من عمرها، والصبية تحملها بين ذراعيها عند 6 أشهر ولا تكاد تجد حتى تمن الحليب، وتكتري غرفة في حي شعبي وتبكي، أبوها وأمها في وضعية صعبة، وما عندها لا من رحيم ولا من قريب، ولا تدري ماذا تفعل. فتلتمس منكم أيها الأحباب الكرام أن تدعو لها المولى عز وجل، إنها تدعو الله بالليل والنهار، وتلتمس منكم أن تساعدها في الدعاء لعل الرحمن الرحيم يتجلى عليها بالكرامات. اللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم، هذه الأم الشابة معها بنيتها الرضيعة، نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الواحد الأحد الفرد الصمد أن تتولاها بالعناية والرعاية وتحفظها وتسترها. اللهم يا رب واكتم لها محبة مع زوجها. اللهم إن زوجها ربما رأى رؤيا أخرى وذهب عند امرأة ثانية، اللهم يا ربي يا كريم، اللهم يا رب اجمعه مع زوجته الأصلية، اجمعه مع المحبة والمودة والطاعة. اللهم يا ربي هذه البنية اجعلها عربون محبة وعربون مودة بين الأسرتين.
اللهم يا ربي واكتب لهذه الشابة مكاتب الخير كلها ولية كلها نصيرة وارزقها يا مولانا رزقا حسنا فما عندها رزق سواك. اللهم يا ربي وحنن عليها قلوب عبادك المؤمنين والمؤمنات يقدمون لها المساعدة. اللهم يا رحمن يا رحيم عجل لها بالفرج عجل لها بالفرج عجل لها بالخير والبركة. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. وللأسف هناك الكثير من الأشخاص يأتون إلى مقر الإذاعة حينما يتعذر عليهم التواصل عبر الهاتف وهموم كثيرة. إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل نجتهد بتلاوة القرآن والصيام والقيام والدعاء القوي لعل الله تعالى يتجلى على الجميع بالرحمة والمغفرة والرضوان وغير حالنا من أشد حال إلى أحسن حال بفضل الله وجود الله وكرم الله. نتحول إلى إقليم بن سليمان. معنا السي عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنتمنى الصوت ديالك بواحد واحد الفرحة وواحد أنا قبيلة الصراحة فاش شفت عندك المقر ارتاحيت. الله يحفظك سيدي الله يحفظك السي عصام. لا إله إلا الله. وهاد اللي عندي هاد المشكل اللي عندي انا اييه هو انا باغي نشوف الوالدين ديالي الامنيه ديالي هي باغي نشوف والديا واش حيين واش ميتين واش فرنسا واش في المغرب واش باغي نشوف. عصام احكي لي ولدي من الاول انت في من مواليد اش من سنه؟ انا زياد 88 دابا في العمر ديالي قلت 33 عام. وكيفاش تخلوا عليك والديك اخويا؟ القصه كيفاش تخلوا عليا والديا؟ الوالد ديالي كان ديجا مجوز مرة اخرى وديجا والد ولاد عنده كبار وقارين وتبارك الله كل واحد شي فلتياز ديال الطياره شي برا شي طبيب شي. ايوا القصه ديالي الاب ديالي تا كبر وادي ودار ولادو كبر عاد تزوج بالام ديالي انا. رجل كبير مع بنت صغيرة. تزوج بالأم ديالي هو كان خدام باقي ما شفت تقاعد. إيه صافي تزوج بها ولات عندي صافي ولدوني النهار ولدوني ساقت هذيك المرأة الأولى ديالو ساقت الخبار. إيه هما تزوجوا على سنة الله ورسوله. مزوجين عندي دابا العقد أنا عندي. أيه. عندي العقد هو اللي جبت لك في المقر وما جبتوش وقيلة. أيه لا شتوش العقد ديالك. أيه هذاك إيوا كيفاش غيتخلى ملي المرة الثانية ساقت الخبار ربما غضبات واحتجات وشنو المصير ديال أمك وأنت يا وليد صغير؟ لا هي قالت لي رفضتني هذيك المرة الأولى ديالو قالت لي لا دخلتي عليا الدري نشرب من دمه ونشرب من دمك هاد الدري هذا ما يبقاش مع ولادي وهاد الولد هذا طلق مو سير عطيه ليها هو هزني وهز هذاك الدري هذاك صاحبه قال لي راه غنوريك واحد المراه اللي هي غتقدر تكلف لك بهاد الدري راه ما كتولد ما والو راه هي ديجا خدامه في السبيطار نامور ديال الموتى وراه كتربي مسكينه راه مراه كبيره وراه ما كتولد ما والو. اييه جاب هذاك الراجل جاو والاب ديالي جاو عند هذيك المراه قالوا لها انت راه عندي واحد المشكل وانا راه خدام في المخزن والمراه ديالي راه شويه قاصحه شويه وراه بغات دي ليا الفيلا وبغات دي الاولاد وهادي وبغات الطلاق وانا ما نقدرش وهادي انت شدي عندك الدري تنحل المشاكل ديالي وهاي الورقه ديال الثبوت الزوجيه هاي عندك غندير نحل المشاكل ديالي وغنجي ندي. اييه دارت الوقت دارت هذاك السيد قالت لي راه ما جاش حتى دار الظروف. ايه جا الظروف سبحان الله دارت الوقت. نعم وهي ضربني السخانه هو كان جابني عدي عامين. ايه جابني عدي عامين دازت الوقت هذيك المراه مسكينه مرضت هذيك المراه اللي كانت خدامه في لامور وكانت كتغسل الموتى وكانت كتولد مرضت قال لها الطبيب إيه؟ سيري لشي عروبيه اللي هي هنايا كازار ما خداماش لك
اي عندها مشكل ديال التنفس خصها هواء نقي. عندها التنفس، عندها السكر، عندها الدار، عندها الطونسيو كيطيح لها بزاف. جات العروبيه جابتني معاها من الدار البيضاء مشيت للعروبيه. اه بنات واحد البريده هي اللي ساكن فيها دابا، فاش رجعت عليها وكبرت وهي ماتت شي 23 دابا رجعت ليها، لقيت هذاك القصدير كله تهدم، كله طاح، كله رشا. صور انا مريح في كرسي وكنبكي وكنكرط، والدراري ديال الجيران اللي كيجيب لي خبيز، اللي كيجيب لي اتاي في قرعه، كل واحد واش كيجيب لي. وانا ايمو فيه بعض الخطرات كنشد الفراش حق الله الاله، تتنبدا نحبوق وكنجرب هذيك الكراطه وركبت فيها الايموراج، وما كاينش لي يدي حتى ل 20 غشت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. سي عصام دابا انت ما عندك لا اخ لا اخت لا ام لا اب متخلى عنك، كي دوزتي هاد السنوات حتى وصلتي لهاد السن؟ هذيك المراه اللي كانت مسكينه رباتني كنت عايش مع 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 الاولاد اللي مربيه، ولكن تما كبروا تما تزوجوا تما داروا دارهم محشومه، تبقى حتى كبرتي بلا حياتك وتبقى معاهم ما جاتش. وتعلمتي شويه، تعلمتي شويه، خدمتي شويه؟ لا انا الموفيل ما منعوا عليا باش نخدم في النجاره ولا نخدم في البني ولا حيت دير شي حركه ايموراجيل داخل كتقطعوا العروقه. الله انا من نهار الجمعه من الجوج وانا كنزف لحد الان، انا داوي معاك كنزف. لا اله الا الله. درت عمليه على هذاك الناب. اييه. وخيطوه لي والله الا انا باقي كنزف. شي الوقت اللي جيت عندك داك جوج لي فاكتور وانا باقي دابا كنزف الحمد لله. اللي جات مع الله مرحبا بها. لا اله الا الله. وتزوجت السي عصام؟ تزوجتي؟ جات مع هذا العرس. ها؟ تزوجتي؟ تزوجت اخويا بواحد المرة الله يعمر لها الدار، هي اللي مسكينة واقفة معايا، هي اللي مسكينة. باش تحيد هاد الوحدة والوحشة وتبقى بوحدك غتصب الجنون. واه كان الصراحة كنمشي كنلقى مصبنا ليا حوايجي مسكينة الدم هاد السيمانة هادي. صور اللي مسكينة اللي تكيت عليها كنعمر عليها دم، حتى من ولدها كنعنقو كنعمرو دم. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة. الحمد لله وتهي عندها أجر كبير الله يخلصها. سي عصام دابا انت فين كتسكن دابا؟ اش من عروبيه؟ انا في جمعه فضالات النواحي ديال بن سليمان، حنا محسوبين على بن سليمان. جمعه فضالات بيت انا قريب الواد المالح، انا في جمعه فضالات بالضبط. ودابا سي عصام كتسال دابا على الوالدين ديالك، بغيت تعرفهم؟ باغا نعرف الوالدين ومشتاق لهم بزاف، واخا يكونوا زوينين واخا يكونوا خايبين انا باغا نشوفهم بوجهي هذيك سله الرحيم. حيت انا هذيك المرأة اللي كانت مربياني قالت لي أنا ربيت عليك الكبدة، أمك جات من فرنسا جاية كتقلب عليك وجابت الحويج وربيت عليك الكبدة وجبتك معايا أنا العروبية وصافي. مسكينة قلبات تعيات وقالوا لها راه هذاك الدري راه توفى وما عرفتش، قالوا لها صافي مسكينة مشات منشي. لا إله إلا الله. عصام دابا الأم ديالك آخر مرة أنك في فرنسا، هادشي اللي كيقولوا في العقد مكتوبه هي بنت المحمديه والام ديالها هي جده كتسكن في مديونه. هادشي هادو هما النقاط اللي عاطياني هذيك المراه الله يرحمها في هاد النار. وهاداك الشيء راه كاين في العقد، كاين لي كود ديال لاكارت، كاين الكنيه ديالهم، كاين السميه ديالي، كاين السميه ديالهم والكنيات ديالهم. نعم. دابا السيد عصام لما توجه دابا النداء هما كيسمعوا فيك الان، يقدر ربما هما او بعض المقربين اليهم او الجيران، خاصهم غير علامات او اشارات معينه مؤكده. العلامات، العلامات عندي انا ضروري ما تكون هذه الام هذه اللي ولداتني غتعرف عندي الايموفيليا، دمي جاري، نقدر نطيح، نقدر هذيك الساعه يبقى يدوز الدم تموت، يبقى هذيك الساعه تنفخ الركبه، تنطيح على راسي، تنفخ لي راسي. علامات اخرين هي فاش كانت عندي عامين وصافي، حيت دابا هذاك المرض كيجيب واحد العلامات بحال دابا طاحتي تجرحتي كتبقى هذيك الجرحه. لا اله الا الله. تفدعتي كتبقى رجلك دايره، ضربتي في الركبه كتبقى كتبقى بحال اعاقه عندك. عصام دابا قول لنا بالضبط السن ديالك 1900؟ زياد 88، زياد 88. 88 بالدار البيضاء. 1900 من الدار البيضاء. والاسم ديالك عصام اش؟ عصام الصواف، الصواف عصام، والاب ديالي محمد الصواف. محمد الصواف. نعم محمد الصواف.
الاب ديالك تقريبا الاب ديالك تقريبا شحال العمر ديالو؟ واش باقي على قيد الحياه؟ انا والله ما عرفتش واش حيين ولا ميتين، ما عمرنيش شفتهم. عائله الصواف ربما يكون على الاقل غادي يكون الولاد خوتك على قيد الحياه نتمناو يكونوا يسمعوا لي في هذه اللحظه هذه، ولا كانوا كيخافوا الله هم عندهم واحد السيله ديال الله عز وجل. اجر واخا ما يكونوش جاي يعرفوني، واخا يكون هذاك الدم ما عندهمش، ما مخلط دمي مع دمهم، ما يحسبونيش كاع خوهم، يحسبوا واحد الاجر غايديروه في الدنيا وغايقبض الله الروح ديالهم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. صافي يديروا هذا، انا نشوفهم واخا ما عرفتش يقولوا لي، نشوف امي ولا با يقولوا لي ميتي، يقولوا لي حي، نشوفهم. هذيك سيله الراحين في الدنيا، بعدا حيت قال لك في الاخره قال لك كتلقى الام والاب هازين رايات وكيقلبوا لك. لا اله الا الله. فعلا فرنسي عصام، والام ديالك اسمها الخاله مستوره اللي هذاك رشيده بحال هكاك، حيت هذاك العقد الكتبه ديالو شويه رديئه قديمه بزاف. ما بقاش باينه بزاف الاستاذ. الى قدرت السي عصام ان تجي عندنا المقر الاذاعه ونصوروك ان شاء الله تعالى ونديروك في الموقع ديال الفيسبوك ديال الاذاعه وباش تكون بالصوره ديالك، وديك الساعه ربما تكون المساله اكثر ايجابيه باذن الله. مرحبا. انا تصور انا من ماتت هذيك المراه وانا باغي نجري وكنقلب هكوك، حتى شي واحد ما عطاني راس الخيط. الحمد لله فاش مشيت عند ديك الجمعيه وصوبات لي لاكارت وقالت لي راه هذا الشيء باش انا نقلب لك على والدي كل سنه، ما عندناش واحد سميتو. وسبحان الله ونعتوني لك، انا كنت كنعرفك ديجا وما باش غنوصل لك ولا غنشوفك. الله يحفظك مولاي. عرفت دابا الدنيا هذه راه صعيبه شويه، اللي ما وجهكش بنادم وما عطاكش عنوان وما سميتو، ولكن تبارك الله حتى يا راه صراحه استغفر الله. الله يكمل عليك والله يغلبك على من هذاك والله يستر لك. بارك الله فيك. الله يجازيك بخير كيف وقفتي معنا وكتوقف مع الناس الضعاف الله يحفظك. الله يجازيك بخير. ما عرفتش كيفاش نوصل لك هذا الشكر ديالي. العفو واجب مولاي، واجب هذا واجب. دابا انت اصبحتي امانه في اعناقنا، حنا ما غادي نشعر بالارتياح حتى تكون ان شاء الله تعالى رجعت المياه الى مجاريها وتلاقيتي مع الام ومع الاب او على الاقل مع الاخوه ديالك عائله الصواف، تلاقى معهم وتكون المحبه والموده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله حنا بغينا كنرجي لمقر الاذاعه نصوروك ان شاء الله تعالى في بالكاميرا ونوضعوك في المقر ديال الفيسبوك ديال الاذاعه وغنديروا البيانات وغيكون عندنا الارقام ديال الاتصالات، الناس يتصلوا بنا في مقر الاذاعه اللي لقى شي معلومه من هنا او هنا او هناك غيتصلوا بالمقر ديال الاذاعه، وان شاء الله تعالى بسرعه نتمنوا في هذا الشهر الفضيل ديال رمضان تكمل الفرحه وتلاقى مع العائله ومع الخوت ديالك، وربي يجيب لك الرزق حتى الرزق ان شاء الله توقف على رجليك وتشافى وتعافى وتعيش حياه كريمه باذن الله. ان شاء الله. الحمد لله انا في الدنيا هنا دابا ما تمحنتش، ماشي ما تمحنتش، الحمد لله. لا اله الا الله. هادشي يكون لغفير الذنوب، الحمد لله ونشكره. لا اله الا الله. الله يحسن عوانك اسيدي عصام. كنتمنى اللي عنده شي كربه ديال المرض ولا ديال الحزن ولا ديال الله يفرج عليه في هذا النهار. يا ربي يا كريم. واشر الله يفرج عليه. اللي ما عندوش صحه الله يعطيه ليه، واللي ما عندوش فلوس الله يوجد ليه. يا ربي يا كريم. يا ربي شكرا لك السي عصام، شكرا لك مولاي. نقرا تواصل، انا خليت الرقم ديالك يبقى اتصال بيناتنا ان شاء الله تعالى، ومرحبا بك في مقر الاذاعه في الاستوديو، نقوم بالتصوير ديالك ووضع الارقام الهاتفيه على الصفحه، وديك الساعه ان شاء الله تعالى راه كاين هناك عدد كبير ديال المتصلين من داخل وخارج ارض الوطن، وناس اللي هم من اهل الخير ومن اهل الفضل، واللي لقى شي معلومه غادي يقدر يبلغ لنا في اقرب وقت ممكن، وتجمع الشمل ديال العائله ديالك مع خوتك وخواتاتك، وفي نفس الوقت انت مريض خصك تعالج، وانت فقير خاص اللي ياخذ بيديك، وربي سبحانه وتعالى هو الذي يسخر هذا لهذا. حفظك الله ورعاك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غنتحولوا من إقليم بن سليمان وغنمشيو للدار البيضاء مع لالة نعيمة.
السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور بخير. يا مرحبا بك نعيمة. فرحانة اليوم ملي شد لي الخط. الله يطول عمرك لالا. مبروك عواشرك. حفظك الله ورعاك. ياك لاباس عليك دكتور. جزاك الله ألف خير أختي. بغيتك دكتور دير لي واحد الدعاء أنا وبنتي. يا رب يا كريم. وبغيتك دكتور تعطيني النمرة ديالك الله يحفظك. واخا أختي نعيمة بإذن الله. واحد البنت عندها المس بغيتك دير لي الدعاء أختي. وبغيتك تعطيني النمرة ديالك الله يحفظك. واخا نعيمة بإذن الله. واخا أنا ناخذ الرقم ديالك إن شاء الله نتواصل معك. مع النمرة كتجيني الأرقام بكثرة تقريبا بالعشرات في دقيقة واحدة حتى كيتبلوك الهاتف وأنا نتصل بك بإذن الله. إن شاء الله دكتور. واخا أختي نعيمة كيفاش هاد المس عند الأخت ديالك أش كيوقع لها؟ كانت تزوجات ووقع لها شي مشاكل ووقع لها السحر ومسكينة جا المس. وبقى مع الزوج ديالها؟ لا لا تفرقات. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بغيتك دكتور دير لها الدعاء. يا ربي بإذن الله. يا ربي بإذن الله. معايا أنا وبنتي متبنية بنية كنت قلتها لك ديك المرة. أياه الله يخليها لك. آمين يا ربي. يا ربي خليها لك لا حول ولا قوة إلا بالله. بغيتك دكتور دير لي الدعاء اجعل لي يا ربي شي فراجة دير لي يا ربي شي تاويل ديال الخير. يا ربي يا كريم يا رب. وشحال دابا السن ديال هاد البنية اللي تبنيتها شحال بلغ دابا السن ديالها؟ تبنيتها صغيرة يلاه زادت. أياه. عم العائلة ديالي. الله يخليها لك يا ربي الله يخليها لك. آمين يا رب. جعل فيها البركة. لا إله إلا أختي نعيمة. شكرا لك أختي نعيمة شكرا لك حفظك الله. دكتور. يا مرحبا بك لالا. الله يفرج عليك يا ربي يا كريم. يا ربي يفرج عليك. أختنا نعيمة هي واحدة من المعذبات في الأرض. يعني بعد سنوات طويلة لم ترزق بذرية. وهذا ما كتسماش تبني. حنا كنديروا ما يسمى بكفالة اليتيم أو تضم إليك أحد الأشخاص يعيش معك رفقتك ماشي التبني. التبني هو حرام في الدين الإسلامي لأن الشخص تضمه إليك وتعطيه الاسم ديالك وكتقولك أنه من صلبك هذا طبعا محرم. لكن أن أكفل يتيم أو أقوم بتربية إنسان أضمه إلي وأعطيه اسمي من أجل تبسيط المساطر الإدارية هذا أمر لا حرج فيه. لكن يبقى الإشهاد بأن هذا ليس ابني وليس ابنتي. وأحسن طريقة الإشهاد يكتب إما عند العدول وإما عند مصالح الجماعة في التوثيق. ثم ذلك الوثيقة تبقى في كنش الحالة المدنية أن فلان أو فلانة هو ليس ابني من صلبي. لماذا؟ لأنك كيكبروا الأولاد والبنات أش كيوقع؟ كتلقى البنت قدرت تزوج مع أخوها غير مؤخرا واحد السيد تلاقيت معه في بعض البوادي أنه مزوج بواحد المرأة ومن بعد تزوج مع المرأة الثانية. ف واحد مسك الخبر مزوج مع جوج عيالات ودار الأولاد ثم أدركته الوفاة وجات كل وحدة كتطالب بالحق ديالها. ملي قلبوا الوثائق الإدارية غيكتشفوا بأن الزوجة الأولى والزوجة الثانية الأولى مرة كبيرة والزوجة الثانية بقى صغيرة وتخاصموا وتسابوا وتلاتفوا. ولكن غيتفاجئوا فيما بعد بأن هذه المرأة الأولى راهي أم المرأة الثانية والمرأة الثانية هي بنت المرأة الأولى. ملي جاوا التركة وجاوا يقلبوا على كذا كذا ولا لهم مشكل أن الرجل مزوج مع أم وابنتها ولكن ما كيتعرفوش بعضياتهم. حتى إن البعض قالوا بأن الزوجة الثانية لا تأخذ شيئا. لماذا؟ لأنها يحرم في الشريعة الإسلامية الجمع بين الأم وابنتها. ودخل كلام طويل هذه عجائب وغرائب. فلهذا اللي بغي يدير شي خير في شي وليد أو بنية وبغي يقوم بضمه إليه لا يتبنى يضمه إليه ربيه ويعطف عليه ويدير بحال الابن ديالو كيصوم واحد وثيقة إدارية بأن هذا راه ماشي من صلبه وأنه غيقوم بكفالته. ورا الأمور الحمد لله واضحة في المحاكم. طبعا شوية المجهود شوية دي الصبر ولكن غتاخد واحد الوثيقة وغتهنى وغترتاح. والمستقبل من اللي غيكبروا الأولاد والبنات غادي تدوز 20-30 سنة غتكون صفيتي وغيتلقاو الماء اللي غيشربوا منه صافي ونقي. أما إلا بقات الأمور هكذا راه كتوقع مفاجآت صادمة. نسأل الله تعالى أن يفرج عن الجميع. لالا نعيمة
الله يفرج عليك اختي، اللهم تعالى يبارك في هذه البنيه واجعل فيها البركه والتيسير والصلاح والفلاح، اسال الله ان يعينك عليها. الا كانت يتيمه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا وكافل اليتيم كهاتين، وقارن بين السبابه والوسطى. السبابه والوسطى يعني انه يوم القيامه غيدخل الجنه الكتف على الكتف، هو الرسول صلى الله عليه وسلم الكتف مسنود على الكتف، يعني مقامك مقام الانبياء والمرسلين، لانك قمت بكفاله يتيم. وطبعا اليتيم شكون هو؟ كاين هناك يتيم الاموات، وكاين اللي هو اشد منه يتيم الاحياء. بحال هذا الوليد عصام دابا اللي شفناه دابا الان، هذا يتيم الاحياء، امو باعشين ولكنه يتيم احياء، عندهم عسر وعندهم صعوبات وعندهم كرب شديد، وصدق انه يعيش مع ايتام رغم ان والديه يرزقان. فيتيم الاحياء هو اشد ضنكا من يتيم الاموات. واللي تبناه واللي حاول يحافظ عليه ويحاول ينفق عليه حتى يكبر ويشتد صلبه، راه قال صلى الله عليه وسلم: انا وكافل هذا اليتيم كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى. اللهم تعالى يعينك على الزمان للا نعيمة، الله يرزقك رزقا حسنا. وهذه الأخت اللي عندها المس، لا حول ولا قوة إلا بالله، أرى بإذن الله في رمضان يخف وطأة المس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه إذا أقبل رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وصفنت الشياطين ومرضة الجن. الشياطين والمرضة ديال الجن وديال العفاريت كلهم في رمضان يصفضون بالسلاسل والأغلال، بمعنى أن قوتهم تضعف كثيرا، وكاع اللي عنده المس غيشعر في هذا الشهر الفضيل بواحد الارتياح. إذا زدنا عليه قراءة القرآن الكريم وقيام الليل وصيام النهار، راه هذه رقية، راه الرقية تكون بتلاوة القرآن وتكون بالمواظبة على العبادة، ونحن في هذا الشهر الفضيل كله عبادة، صيامنا رقية، صلواتنا رقية، قيامنا لليل رقية، وتلاوة القرآن أنا أليل أطراف النهار كله رقية. وإن شاء الله تعالى ما أن ينقضي رمضان إلى بقينا في الحياة بإذن الله، غلقوا بأن المرضى ديال المس وديال السحر وديال العين وديال التابعة راه يتم استشفاؤهم تلقائيا بفضل الله وجود الله وكرم الله. أسأل الله الكريم المتعال أختي نعيمة أن يفرج عنكم ويشافي أختكم. اللهم يا رب يا كريم تولهم بعنايتك ورعايتك، اللهم شافهم وعافهم وداوهم، اللهم وارزقهم رزقا حسنا، اللهم وفرج همهم ونفس كربهم واقضي حوائجهم وعجل لهم بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. نتحول إلى مكالمة أخرى من الدار البيضاء مع أختنا زينب. ألو السلام عليكم دكتور، كي داير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك بنتي زينب. أنا جيت عندك نهار الجمعة دكتور، قالت لي إياها بنتي. إياها مرحبا. والله يا دكتور تعزش عملية باش تشوفها وليداتي يا دكتور، اليوم عندي عملية. لا إله إلا الله. قلت لك أولي يا دكتور ما تشوف وليداتي. أيها بنتي راني التليفون ديال الطريق ديالك كان تواصل معه، كان تواصل معه وما كيجاوبش، كان تواصل ونتواصل معه تليفون كيلقى ديال البواد فوكال. لا هذه فرصه زينب باش تخبرينا ربما يكون في الاستماع او احد افراد اسرته وربما يرق قلبه وحنا على هذا الباب رمضان. زينب كيفاش وقع؟ يا ربي يا دكتور انا مريضه وقال لي الطبيب ضروري خصك دير عمليه. اياها بنتي. ولا اليوم ما تمشيش على الطبيب، قال لي كتشلى عليا، قلت له بغيت اشوف وليداتي. وحق الله دكتور. يا زينب قول يا بنتي، هاد السيد دابا اللي وليداتك عند الطريق ديالك. عند الطريق دكتور راني متواصله معك وحنوا فيا الناس، والناس باغي يديروا لي، انا عشت في الشارع والناس دابا باغي يديروا لي المسكينين تعاونوا معايا. انا الحمد لله بغيت منو حتى شي حاجه، بغيت نشوفهم ميداتي، انا تيسرت لي الامور كامله دكتور بفضلك وفضل الله. الله يحفظك لاله، الله يحفظك لاله، الله يسلم لك صحيحتك يا دكتور. انا وقفت معايا نشوف وليداتي واخا في الاخر انا داكشي اللي بغيت وكاع تحقق لي يا دكتور. الحمد لله شكرا لله. اسمحي لي بنتي زينب، دابا انتم في شقوق الطلاق، باش حكم القاضي الاولاد يلتحقوا بالام او بالاب؟ هو شدهم ليا ولكن انا ما كانش عندي دكتور فين نسكنهم.
ما كانش عندي دكتور في المسكن وما كنت نحاول عند خويا انا وبنتي واحد ما قبلني انا بدريه بنتي. لا اله الا الله لا اله الا الله. عارفه الدكتور الدراري كيكونوا شويه صعاب. الدكتور الدكتور مش بحال البنات. ايه بنتي دكتور انا بغيت انا ما بقيت بغيت منه حتى شي حاجه. دكتور تربي تربي راه ملي كيسد بنته كيحل البيبان حق الله العظيم يا دكتور. عرفتي الازمات اللي مرت عليا ولكن الحمد لله دكتور حمد ربي وشكرت وصيفط لي ناس ربي صيفط لي ناس يا دكتور داعا معاهم يا رب. زينب بنتي الطريق ديالك فين كيسكن؟ كيسكن في الدار البيضاء دكتور. في الدار البيضاء. واش كيسمع الراديو او واحد افراد العائله ديالو ربما تقولي النداء لعل وعسى انت ما بغيتي منه والو. انت بغيتي غير تشوفي وليداتك قبل ما تدخلي للعمليه ديال غرفه العمليه الجراحه. جيت الاثنين الجاي نجيب لك اوراق راه جيت عندك جوج جمعات نجيب لك اوراق وكل شيء تنوريهم لك. جيت الاثنين الجاي حق الله العظيم دكتور. لا اله الا الله. بغيت نشوفهم دكتور الله يحفظك. من حقك تشوفيهم هذا حقك هذا قانونا وشرعا وانسانيا. وليداتك خصك تشوفيهم ضروري ضروري خصك تشوفي وليداتك. بغيتك دكتور تهضر معايا غتوريها تقول لي هذا الشيء راه حشومه دكتور انا ما بغيت منه حتى شي حاجه الله يرحم بها الوالدين. واخا لالا واخا لالا زينب انا نحاول نتصل به باش غادي يجاوبني فين ما كان نمشي عنده حتى للدار ندق عليه الباب ولا في منتصف الليل نمشي لعنده باذن الله. يا رب يا دكتور يا رب الله والقران والنبي معك يا دكتور يا رب. الله يحفظك يا بنتي زينب يا ربي الله يسهلك يا دكتور ما تنسانيش. لا 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 ان شاء الله يا ربي غير يجاوبني في التليفون يقول لي فين المقر ديالو. راه كيشدني لاكريز راني كنموت يا دكتور حق الله العظيم يا دكتور. عجبت كنقول لامي وخوتي كنقول لهم لا تنشوفوا ولادي. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يخليك يا دكتور. واخا بنتي زينب يا رب الحمد لله من فضلك تحلوا لي بزاف ديال البيبان والحمد لله والشكر جاتني هذه المرضى الحمد لله وشكرا. الله يشافيك ويعافيك يا رب يا رب يشافيك ويعافيك. الله يسعدك بخير. لا عفوا لا زينب دكتور ربي معك. شكرا لك زينب شكرا لك بنتي. لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الشابه هذه زينب في مقتبل العمر في الثلاثين من عمرها تبارك الله شابه اذا شفتوها نقيه وطاهره وجا فيه البراءه وهز معها بنيه صغيره. هاد الزوج تزوجت معاه واحد فترة زمنيه ولد معاه الذكور جوج وليدات الذكور والبنيه الصغيره وقعت شنآن وتعذبات وكلات العصا ولات مسكينه متشرده وفي الاخر غتجبر بالطلاق وغتنازل على وليدات الذكور. ما عندها فين ما عندهاش تعويضات ما كاين فين تسكن ما كاين التعويضات. كي غدير هزت البنيه الصغيره فوق ظهرها كترضع ومشات عند العائله ديالها حتى العائله فقيره ما يقدروش يهزوها هي وبنتها. بقات مسكينه من الباب الباب. ربي عز وجل فتح لها باب ما عليه بواب والحمد لله ربي سخر لها ودابا الان ولات لابسه مزيان وانيقه. ولكن سبحان الله ابتلاها الله بمرض اخر خصها دير لها عمليه جراحيه اللي هي شويه صعيبه واضطرت انها غدير العمليه. دابا الان هي خايفه خايفه دير العمليه ربما الاعمار بيد الله لا تريد شيء من الدنيا. الله يحسن الله يسمح لنا من الامهات. فلدته الكبد بغات غير تشوف وليداتها لان ممنوعه من رؤيه ابنائها. تشوف غير الرؤيه ديال وليداتها تعنقهم وتشوفهم وتشبع بهم وتدخلها على الطبيب ديك الساعه وربي كتب لها عمر جديد في العمليه. فكنتمنى اذا كان الزوج ديالها في الاستماع او احد المقربين اليها الله يجازيكم بألف خير. بغيناكم في هذا الشهر الفضيل شهر الرحمه وشهر المغفره وشهر الرضوان. راه الدنيا كلها فايته راه حتى واحد فينا ما غيدي معاه الا شبر ديال الارض وكتنة بيضاء وكل ما في الدنيا الى زوال. بغينا كنا في هذا الشهر الفضيل نفتحوا صفحه جديده ديال التسامح وصفحه جديده ديال التراحم وصفحه جديده ديال التعاون. هاد البنيه هذه راه محتاجه الى رؤيه ابنائها. الا كان زوجها في الاستماع او احد المقربين اليها يجي عندنا الاذاعه ونمشيو معها عندها ونقادوا الخواطر وما يكون غير 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 الخير باذن الله الواحد الاحد. ما يكون ان شاء الله غير المحبه والموده وحتى حاجه ما غتضيع حتى حاجه ما غادي تصاب بالضرر. غير الام تشوف وليداتها تعمر بهم قلبها قبل ما تدخل العمليه الجراحيه لانها خايفه من اش غادي يوقع بعد العمليه. فالله تعالى اللي وقف معنا في هذا المساله ديال جمع الشمل
غير بين الام واولادها. الطلاق وقع وربما المراه غد تعود تزوج مراه راجل ثاني، ولكن الراجل منع كليا من ان الام تشوف وليداتها. شاق شويه على النفس، وكاين كرامه وكاين عزه وكاين اشياء اخرى، ولكن رحمه الله اوسع. فاسال الله سبحانه وتعالى للا زينب ان يجمع شملك. ربنا هو على كل شيء قدير، الله تعالى سميع، الله مجيب، الله معنا، الله يرانا، الله يسمعنا، الله ارحم بنا. يا رحمن يا رحيم قصدناك ولم نقصد غيرك، قصدناك يا رب يا كريم ولم نطرق باب سواك. انت ولينا وانت خالقنا وانت ربنا وانت على كل شيء قدير. اللهم هذه البنيه، هذه الام المكلومه المجروحه، اللهم تدخل بعنايتك، تدخل برعايتك، تدخل برحماتك، تدخل بلطفك يا رب العالمين، واجمع شملها مع اولادها وفلدة كبدها. يا رب اجمع شملهم في القريب العاجل، واشفها وعافها وداويها يا رب يا كريم، واطل عمرها. اللهم يا رب واطفئ هذا الغضب الذي بين افراد الاسره، يا رب اطفئ هذا الحقد، اطفئ يا رب هذا النزاع، واجعل بدله محبه ورحمه. اللهم اجعل التسامح في قلوبنا جميعا، ونحن نستقبل هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الأكرم المكرم. اللهم اجعل التسامح هو مذهبنا جميعا، مذهبنا هو التسامح فيما بيننا، وعفى الله عما سلف، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أجمعين. قولوا جميعا آمين، آمين آمين يا ربي يا كريم. من راديو الإذاعة القريبة منكم، كلام طيب مع الدكتور طيب كريبان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونواصل أيها الأحباب الكرام، واللحظة نتحول إلى إقليم شاون مع للا مريم. السلام عليكم يا هذا الرجل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. المرأة الطيبة الصالحة للا مريم، الحمد لله على هذه الساعة المباركة. رمضان كريم، كل رمضان وانت بخير بإذن الله. الله يطول عمرك للا مريم، حافظك الله ورعاك. تحية لك والطاقم التقني والمستقبل المكالمات، وتحية كبيرة 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 لولي أحمد شرعي. جزاك الله ألف خير، الله يطول عمرك لالا. اللهم أمين دكتور. أنا ما كدوش عليك، أنا عز علي عصام وزينب. لا إله إلا الله، والله العظيم للأخت زينب والأخ عصام، والله العظيم عز علي، والجهد ما عنديش إلا جهد رب العالمين، إلا الدعاء. نتوسل إلى الله بالدعاء الكثير إن شاء الله. وأنا قابلتهم للا مريم، وفيهم واحد البراءة، فيهم براءة وفيهم واحد الهدوء وواحد راس صغير، ولكن مساكين تقهروا وتغلبوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. أستاذ وحدة سلامة ديالي الحمد لله، منهم السعودية في إمين تانوت ومرت خوها، وحنان من تونتها هي كذا تقول لك دعي معها، والسعودية من تونت هذا كله صاروا تلاميذي هذا كل الحمد لله، وهما مبصرين ماشي ما كيشوفوش راه كيشوفوا والحمد لله تلاميذ ديالي. واحد تحية كبيرة إلى نهار الخميس، كنشكر يا رب يا كريم، الله يحفظك ويرعاك يا رب. الله إلا كنشكرو بزاف، واخا زعما مع هذا زعما أثر فيا بزاف، مع الزوجة ديالو مسكين في المستشفى كانس. أي ساعة إلا مسكين فقيد البصر، وراجل مكافح وكيلقط غير دريهمات ومنار مع الزمان وفقيد. هذاك التلميذ ديالي هذاك. لا إله إلا الله. هذاك التلميذ ديالي، هذاك التلميذ ديالي. وراه تبارك الله، راه ملي عرفك لالا مريم صار متقنا لتلاوة القرآن. صار متقنا لكن يقرا على يدي. تحيه لكمال والاخ ديالو فاطمه، وتحيه لجواد من مدينه الدار البيضاء، وكنتمنى ربي يرزقو الدريه الصالحه. والاخت نزهه وبشرى كتقول لك دعي مع هذا تحفظ كتاب الله، حتى هي صارت من التلميذات ديالي الحمد لله. لا اله الا الله يا ربي يا كريم. وزنها حتى هي صارت من التلميذات ديالي، راه ما باقيلاش بزاف تكمل الحج 60، راه تبارك الله فرات الغاشيه كما قلت لك ما شاء الله 30 صوره. استاذ بغيت نخبرك ان شاء الله، انا قريب ان شاء الله نخلق واحد المفاجاه ان شاء الله، اييه، وغنقاسمها مع المستمعين في ميدراد ان شاء الله. يا ربي يا كريم. نتمنى ان شاء الله، وكنتمنى منكم الدعاء ان شاء الله في شهر 9 ان شاء الله يكون عندي هذه المفاجاه، وكنتمناها من قلبي من قلبي ان شاء الله. يا ربي يا كريم يا ربي. من قلبي كنفكر غنعمل واحد القناه على تيليجرام ان شاء الله. اييه. وهذه القناه ان شاء الله ما كرهتي انت تكون مشرف معي عليها.
ان شاء الله ان شاء الله اي حاجه ديال الخير نتعاونوا عليها. هاد القنيه نضربوا فيها تما هاد القنيه ان شاء الله غتما غادي تعمل على تيليجرام غتما قناه الامانه لحفظ القران الكريم. واش فيها غير المكفوفين والمكفوفات ولا عموم الناس؟ لا فيها كل شيء على الراغبين والراغبات الذكور والاناث فيها كل شيء. ان شاء الله هذا خير كبير الحمد لله. لا انا ما كان انا عندي كل شيء، انا اللي مكفوف يجي يحفظ واللي ما مكفوش يجي يحفظ. مرحبا. وهذه فرصة الله يرضى عليك، وهذه احنا على ابواب رمضان لالا مريم. الناس الكثير فيهم ربما لا يكاد يقرأ القرآن الا قليلا او نادرا، باش توصينا باش توصينا جميعا، خصوصا النساء، النساء كيضيعوا وقت طويل في الطبخ ووقت اخر عبر التلفاز وعبر الهاتف النقال والفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، ونصيب من القران قد يكون زهيد او قليل، باش توصينا جميعا لالا مريم وانت محفظه ومتقنه ومقرئه تبارك الله. لالا مريم نعم، باش توصينا جميعا. انا كنوصي النساء كنقول لهم اذا كنتوا في الطبخ فالقران ما نكرهش القران يكون معكم اينما كنتم، في الطبخ في البيت فيما كنتوا، واللي بغاني ان شاء الله ياخذ الرقم ديالي ويجي يحفظ معي. مرحبا به. يحفظوا عن طريق الهاتف ان شاء الله ياك. مرحبا به، الرقم ديالي الحمد لله وعندي ان شاء الله. هذا المريم مرحبا به. وباش توصي اللي بغى يحفظ شي الطريقه المثاليه للحفظ، واش بالمصحف الشريف ولا بالهاتف النقال ولا باللوح ولا عن طريق السمع؟ واش نقول لك، انا عندي، وبالحق ما قبل ما نختم معك ما ننساش ميلود الحمزاوي راه تيقرا معايا حتى هو بن عافين. تبارك الله. دابا انتم يا مع القران الكريم درتوا الفقهيات. الله يودي مع سعيده الصويره المنظومه ديال ابن عاشر اللي فيها الفقهيات وفيها العقيده وفيها المعلوم من الدين بالضروره. اياه مزيان. طبعا كنقراو المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. مزيان الحمد لله. بعد ما يتسالكم ضروري ضروري ما يمكنش ما نقراوهش، لان هو حفظ القران اجي قلت انا حمسني نحفظ معك ابن عاشر. وهذا مقرر في المدارس العتيقه ومقرر في المدارس اللي كتشرف على وزاره الاوقاف الشريعه الاسلاميه، هذا كتب مقررين الحمد لله. لكن انا اللي كنوصي النساء يحفظوا القران او الذكور او هذا، كنقول اللي عنده المصحف اللي عنده المصحف الشريف يجبد المصحف الشريف ويقرا، واللي ما فهمش شي حاجه وكا عنده رقمي انا مستعده نصحح له ان شاء الله. هذا مريم الله يطول عمرك. انا كنقول لك هنايا كنقول لك مستعده، انا قلبي تحته الصغير والكبير مكفوف او غير مكفوف. انت خادمه القران العظيم. صافي انا مكفوف او غير مكفوف. الله يتقبل منك لالا مريم. الله يتقبل منك. اللهم امين. مرحبا بهم الصغير والكبير. واش نقول لك، انا مهما قلت لك ملي كان محمد السادس كيقرا لا اقسم بهذا البلد. نعم. وانا كنت باقا طفله صغيره والصوت ديالو عمره ما حيد لي من الاذن ديالي. نعم. وهو باقي لدابا خالد في الذكر ديالي وفي الاذن ديالي. دابا كنقول انا غير ديك الصوت فين مشالو. لا اله الا الله. والله كنت متخيل مع بالي كنقول شوف محمد السادس ديك الصوت فين مشالو، فين مشى. باقي الحمد لله الخير والبركه والتيسير الحمد لله. لا والو دابا، لا والو مسكين دابا والو، دابا الله يشافيه وصافي والله. وبغيناك لالا مريم هذه فرصه دير لنا واحد الدعوه ديال الخير بالرحمه وبالصحه والعافيه والشفاء، وتزكيها بشي قراءه قرانيه مباركه من عندك. واخا انا غنقرا القران والدعاء. واش نقول لك، حتى هنا الدعاء ما عنديش دابا شي دعاء لا لا من قلبك خليه تلقائيا اللي قسم ربي سبحانه وتعالى بما جات به القريحه. نسمعوا القران الكريم الاول. اياه تفضلي يا بنتي. واخا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتقولوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك لالا مريم. خذي النفس، خذي النفس لالا مريم. بارك الله، تبارك الله. تفضلي بنتي. ما انسى شي واحد، سي حسن من مدينة الدار البيضاء، تهو رجل تهو مكفوف، والأخت رقية من وزن تهي مكفوفة وهي حاليا مقيمة في مدينة فاس، وكتقول لك دعي معها على حفظ القرآن الكريم، وأتمنى من الله العلي القدير أن يشفي جميع مرضى المسلمين والمسلمات، أن يشفينا ويطبنا في المنام إن شاء الله. وأتمنى للجميع الشفاء العاجل، ورمضان مبارك سعيد، ونتمنه بالمودة والمحبة والرحمة يا رب يا كريم. شكرا لك لالا مريم. هذا ما أتمنى، وأنا كسألكم الدعاء على هذه المفاجأة هذه، ويعوني ربي عليها يا رب يا رب كريم يا رب. الله يوفقك للخير لالا مريم، انت حبيبتي طيبة. شكرا لك لالا مريم، بارك الله فيك، انت طيبة الحمد لله ومجتهدة رغم الظروف الصعبة اللي عندك، الفقر والحاجة وفاقدة للبصر، ومع ذلك عندك واحد الإرادة قوية، عندك إرادة حديدية حريرية، إرادة أنك تحفظي القرآن وتحفظي للآخرين بوسائل بسيطة، ونجحتي تبارك الله وتوفقتي. كان تلقى التلاميذ ديالك في مختلف المدن، في أسفي، في الشاون، في فاس، في بني ملال، في مراكش، في الدار البيضاء، في سلا، في تازة، كلهم كنت تواصل معهم، وخصوصا قلعة السراغنة وخريبقة وما جا وراها، تبارك الله رجال ونساء وشباب وشابات كلهم صاروا مع القرآن الكريم. وحنا إن شاء الله غنستقبلوا هذا الشهر الفضيل، شهر القرآن، شهر الصيام، وغيكون عندنا إن شاء الله لقاءات قرآنية متعددة يوميا طيلة شهر رمضان صباحا ومساء بإذن الله، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع. وهنيئا لكل من قرأ القرآن، فصدق الله العظيم، صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، صدق الله العظيم المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، صدق الله العظيم المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صدق الله العزيز الوهاب، صدق الله الكريم التواب، صدق الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، صدق الله العزيز الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من اتخذناه وكيلا، صدق من حسبنا به كفيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، وصدق رسوله الكريم الذي أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين، اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد بجميع المحامد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا ربي يا كريم، هؤلاء الإخوة والأخوات الذين يجتهدون في القرآن وهم فاقدين البصر، اللهم كن لهم جميعا وليا ونصيرا، اللهم يا رب ارزقهم قوة البصيرة، وارزقهم يا رب نورا يمشون به في الناس، اللهم يا رب وهم فقراء ومحتاجين،
هيئ لهم في هذا الشهر الفضيل رزقا واسعا، رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم سخر أهل الخير والفضل للضعفاء والفقراء من عبادك يا رحمن يا رحيم، سخر هذا لهذا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وكنوصي أحبابنا الكرام باش ربي عز وجل يسخر لك الأسباب، عليك بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة والتسليم على رسول الله، فإن الهموم سوف تنفرج، وإن الكروب سوف تزول، وإن المصاعب سوف تدوب. صلوا على رسول الله ولا تفكروا لا في الماضي ولا في الحاضر والمستقبل، صلوا على رسول الله وسترون العجائب العجاب. هكذا كان النساء والرجال في تاريخنا المغربي الأصيل، إذا اشتدت بهم الأزمات إنهم يتوقفون عن التفكير ويطلقون العنان للذكر، يوقفون الفكر ويطلقون العنان للذكر، وخصوصا الصلاة على مولانا رسول الله، يشكون همهم إلى خالقهم ويبتون حزمهم إلى بارئهم، وما هي إلا أوقات قصيرة جدا حتى تأتي الواردات وتأتي الفتوحات وتأتي الإشراقات وتأتي الإمدادات، والنصر من عند الله. صلوا جميعا على رسول الله.